التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر في صباح هذا اليوم على بركة الله يسير شوطنا السادس الخاص بالإبكار الإذاعة المهجنات الأصايل، الجولة الثانية من خلال تحديات صباحية هذا اليوم ضمن منافسات التمهيد الرابع. المسافة هي المعتادة 5 كيلومترات الحاضرة لهذه الفئة العمرية. نسير إلى المقدمة ونتابع المركز الأول والصدارة الأولى، وهذه هي مزرة الشيخ سعيد بن مكتوم، برايد المكتوم وغانم بن مسفر بالقوبع يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما النقلة إلى المركز الثاني. المركز الثاني هذه هي مشاهدين الأعزاء اللي هي نوف حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري احتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أشوف المركز الثالث هنا الغدوم مشاهدين الأعزاء من قبل الشاهنية اللي تتقدم لراشد بن سعيد بن منانة يتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع هذه هي من حافل سالم بن يمع الرزي الشامسي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس، وفي المركز الخامس هذه هي دلال محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتيبي يتقدم الان على مستوى المركز الرابع او في المركز الخامس، بينما في المركز السادس، في المركز السادس وجود لحمد بن سالم بن محمد المدهور شياتينا الآن مشاهدين الأعزاء ليحتل المركز السادس، بينما في المركز السابع، وفي المركز السابع مشاهدين الأعزاء هذه هي شعاع لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيب بن أحمد بن خريدة يتولى عملية تضميرها وتدريبها، اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. أما دخول على المركز السابع من الشاهنية لهجن ند الشبا وسالم سعيد يتولى عملية تضميرها، بينما في المركز الثامن الشاهنية لاسم الشيخ أحمد بن محمد برايد المكتوم وراشد بن سالم بن مخيط الاكتبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز التاسع دخول بدأ الآن مشاهدين الأعزاء من قبل الشهامة ناصر بن سيب بن غدير العرياني وعاشر المراكز. هذه هي الحذرة لفضل بن سلطان بن معيصم الفلاحي، هكذا هي النتيجة. هكذا هي نتيجتنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام للمراكز الأولى، المتقدمة والعودة إلى مقدمة الشوط بعد ما أتممنا العشر المراكز الأولى لحضراتكم. نعود إلى المقدمة، نعود إلى البداية، وهذه هي مزنة، مزنة الآن مسيطرة أمامكم على مقدمة هذا الشوط اللي تعود ملكية مزنة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم وغانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصور يتولى عملية تضميرها وتدريبها. أما في المركز الثاني نوف حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري، بينما في المركز الثالث، وفي المركز الثالث اشوف هنا وجود لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي وصل هنا في هذه اللحظات ابو محمد، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع اشوف هنا دلال بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، وصلت دلال راعية الانجازات اللي يعرفها، ركز يا مطر يا بن سلطان يا بن مرخان مع دلال اللي مندفعه مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس، وفي المركز الخامس اللي وصلت هذه اشتعال لعبد الله بطير بن سهيل العامري. اما في المركز السادس العنود واصله، العنود لاسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم يضمرها مسري بن سالم بالعرثي الحميري مضمر مياس، مضمر مياس بلبس عقال السبق منكوس، تذكر ابيات حلوه صالت وجالت مع هذا الشعار وهذا المضمر الكبير. بينما نتابع، بينما نتابع هناك الوصول والغدوم من قبل الشاهنية، راشد بن سعيد بن منان واصل بن منان المتحدي غادم مشاهدين الأعزاء من خلال هذه المنافسة، لكن عودة، عودة
إلى البداية، عودة إلى المركز الأول، إلى التحديات الأولى، وهو مسيطر على مقدمة هذا الشوط، مسيطر شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم على ظاهر مزره وغانم بن مسفر بن غانم. ركز يا أبو مطر، ركز يا أبو مطر، خلاص بدينا في الغلاف الجوي الأخير، الكيل الأخير بينما في المركز الثاني غادم العنود غادمة وغادم معها أيضا مسري بن سالم بالعرض الحميري في تضميرها يبحث عن ناموس هذا الشوط. تعود ملكية لسمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم. أما في المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت الآن تقدمت رقدة محمد بن عتيج بن شامس العامري، واصل المغامر من خلال هذه التحديات، لكن عودة إلى الصراع، عودة إلى المنافسة مع 600 متر الأخير. وهذه هي الآن مزنة بدأت تزيد من السرعة الفايغة، بدأت تزيد من السرعة ما شاء الله وتبارك الله لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم غانب بن مسفر بالقوبع. روح يا أبو مطر، روح وأيضا وصدر تعليماتك مع هذه الانطلاقة بينما قادمة هنا مشاهدين الأعزاء العنود تحاول لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. الأمتار الأخيرة المركز الثالث اللي واصله هذه هي شعاع لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم سيد بن أحمد بن خريدة، لكن عودة إلى مزرة، وهذه هي مزرة تصل مشاهدين الأعزاء إلى خط النهاية. مودية مشاهدين الكرام سمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم هذا الفوز ومهدية مضمرها غانم بن مسفر بالقوبع. هذا الانتصار المركز الثاني العنود لسمو الشيخ رايد بن حمدان رايد المكتوم. المركز الثالث وصلت شاهينية أو شعاع لسمو الشيخ حمدان رايد المكتوم مع سيد بن أحمد بن خريدة. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول إلى خط النهاية، واللي أيضا خطفت ناموس هذا الشوط اللي هي مزنة توقيت الزمني عطنا 7 دقائق و57 ثانية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ سعيد.